صليت بجماعة حيث صليت 5 ركعات العصر ناس جاهلا، ما الحكم؟ شلون العصر ويقول صليت؟ نعم، صلى العصر 5 ركعات ناسية، ناسيا يجيب سجود السهو إذا قام إلى خامسة، فإن ذكر وهو فيها يجلس في الحال ويسجد للسهو عند السلام، وإن لم يذكر إلا بعد أن أكملها فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.